مساء <applause> الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام يقولون ان المكتبه ليست من كماليات الحياه بل من لوازمها ولا يحق للانسان ان يربي اولاده بدون ان يحيطهم بالكتب هذا من الناحيه النظريه أما لو أردت أن تحول هذا المثل أو هذه المقولة إلى واقع معاش فلا دليل في عصرنا الحديث أوضح وأعمق من تلك المكتبة الكبيرة في بيت من بيوت قرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية لصاحبها الشاعر عبد المؤمن النقاش الذي تحولت مكتبته إلى هدى لأبنائه فتحول بيته إلى ما يشبه الجامعة التي تخرج فيها نخبة من كبار مثقفي مصر، هم الناقد الكبير رجاء النقاش والمترجم والمثقف وحيد النقاش والمخرج والناقد السينمائي الفذ عطاء النقاش والكاتب المسرحي الرائع فكري النقاش وبهاء النقاش المنتير السينمائي واستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما والشقيقتان أمينة النقاش وضيفتي في هذه الحلقه الناقده الادبيه والكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذة فريده النقاش التي شكلت مع زوجها الراحل الاستاذ حسين عبد الرازق ثنائيا صار نموذجا للوضوح الفكري والنضج السياسي والالفه الانسانيه اهلا وسهلا بحضرتك أهلاً يا استاذ فريده اهلا وسهلا يا عمرو شكرا على المقدمه الجميله أستاذة فريدة سعيدين بوجود حضرتك معنا ونبدأ من مما تطرقنا إليه في المقدمة من مكتبة الوالد الشاعر والمثقف عبد المؤمن النقاش هل كان للوالد يعني هذا التأثير الكبير في مسيرتكم أنتم جميعا أبناءه؟ آه طبعا طبعا هو التأثير الأساسي في حياتنا هو المعلم والأب والصديق والاخ يعني هو كان مفتاح الحياة بالنسبة لنا م. ورغم ان بيتنا في مينية سمنوت كان صغير قوي لكن اكتر حاجة فيه شفناها وفتحنا عنها عليها كتب آه. كتب كتب م. في كل مكان فكانت التل... اه فكان يعني عالم الثقافه انفتح قدامنا عالم الثقافه لا مفر من الثقافه في كل ركن من اركان بالضبط <applause> طيب يعني بعيدا عن الوالد يعني معظم اشقاء حضرتك كانوا يدينون بالفضل الكبير للشقيق الاكبر او الاخ الاكبر الناقد الكبير الاستاذ رجاء النقاش رحمه الله هل هذا صحيح أنه الاستاذ رجاء هو المساهم الاكبر في تشكيل يعني وعيكم الثقافي في فتره يعني الصبا والشباب طبعا شوف احنا, إحنا عشان كن كنا اسره كبيره كنا ثمان اولاد وبنات وطبعا ورجاء هو اكبر اخواتي وطبعا هو كان المثل الاعلى بالنسبه ها. لنا فأول كتاب اداهولي أول كتاب قريته في حياتي إدهولي رجاء مش والدي الله يرحمه يعني فرجاء كان هو مرشدنا إلى الحياة الثقافية والحياة الفكرية في مصر خصوصا بعد ما جينا القاهرة يعني وإحنا في القرية القرية طبعا زي كل قرى مصر محدودة والعالم بتاعها صغير لكن لما جينا القاهره رجاء كانت علاقاته واسعه جدا علاقاته بالثقافه وبالصحافه وبالمثقفين فابتدت تنفتح امامنا الحياه وتحددت اختياراتنا طبقا لهذا التواجد اللي المؤثر جدا م. في حياتنا للرجاء الاختيارات كانت واحدة كانت يعني بالنسبة لكل الأشقاء واحدة لا طبعا م. لا طبعا يعني أنا مبكرا جدا مثلا أنا اخترت طريق الفكر الاشتراكي م. إخواتي اختاروا طرق أخرى لكن ده لم يؤثر على محبتنا لبعضنا البعض م. يعني كنا بنحب بعضنا كنا أسرة مترابطة قوي 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 هل كان غريب بالنسبة لهم ان حضرتك تختار الطريق الفكر الاشتراكي في مرحله مبكره من حياتك اه طبعا رجاء مم. كان رايه ان انا آه يعني هو اعترض على جوازي من حسين عبد الرازق مش عشان مم. هو آه ما بيحبش حسين او ليه اعتراضات عليه قال لي هو مم. هيدخلك السجن <applause> يعني ف... وقد كان مم. وقد كان بالظبط كان كل واحد يعني بيختار طريقه طبقا ب... <applause> <تبقى> للثق... يعني <applause> الثقافه هي مفتاح عظيم جدا للعالم وللحياه ولتكوين الرؤيه والافكار والمواقف و... <applause> فمن الصعب جدا انك تختزل بني ادم في, في شيء واحد عندما تنفتح امامه ابواب الثقافه كان معترض على زواجك بالاستاذ حسين ايوه لكن هل علاقتهم فيما بعد كانت لا بقى. كانوا م. اصدقاء جدا م. كانوا اصدقاء جدا فيما بعد و... ويعني كانت حتى علاقتنا العائليه كانت علاقات قويه بس هو كان خايف عليا هل الجلسات الاسريه كان يعني بيسدها السجال السياسي والفكري طبعا و... و... طبعا م. طبعا لا يعني اولا النقاش الادبي لان احنا كلنا دخلنا للسياسه او اللي دخل مننا للسياسه دخلها عن طريق الثقافه وانا دايما حتى لما بكتب لغايه دلوقتي بقول ان مش ممكن نقدر نفصل السياسه عن الثقافه مهم. اي سياسه حقيقيه لابد ان تتاسس على ثقافه حقيقيه مهم. اشرنا الى زوجك الراحل الكاتب الكبير الاستاذ حسين عبد الرازق يعني هو نصفك الاخر مهم. كيف تقيمين رحله الحياه مع الاستاذ حسين شوف احنا عشنا مع بعض تقريبا نص قرن يعني الا قليلا. ف يعني حصل توافق عظيم بينا وبين بعض في الافكار وفي الطريق اللي اخترناه للعمل وفي الرؤى وده اللي كان سبب اه اعتراض رجاء. رجاء كان شايف ان حسين اه واخد خط سياسي متشدد ثوري اه ثوري متشدد ايوه وان ده هيجرجرني معاه طبعا انا بعدين لما كبرت بقى اكتشفت ان انا انه يعني كده انت بتلعب بيا يعني مم. جرجرني ايه يعني مم. يعني انا ماليش راي انا مم. كمان ليا راي انا كمان اقدر اختار واقدر اقرر وكده ف ف كان في طبعا الجدل السياسي دائم بينا في في البيت و... و... وال والنقاش الثقافي والكتب وال... اهم مم. حاجه كانت بتربطنا ببعض الكتب كتب مم. كتب كتب في كل مكان طيب يعني بمناسبه برضو العمل السياسي حضرتك اعتقلتي والاستاذ حسين اعتقل نعم. يعني أكثر من مره نعم. ازاي مرت عليكم فتره الاعتقال و... وعلى الاسره انا كتبت كتاب ما اعرفش شفته ولا لا عن التجربه دي اسمه السجن دمعتاني وورد سجلت فيه تجربة السجن طبعا ما حدش يقدر يقول ان السجن مش تجربة سيئة طبعا تجربة سيئة لكن من زاوية اخرى كل شيء في الحياة ممكن تلاقي فيه اكتر من زاوية اكتر من من وجه من وجهة نظر من وجهة للرؤية علشان كده اخترت العنوان ده الدال يعني اه بالظبط دمعتاني وورده بالظبط ف ف التجربه كانت قاسيه خصوصا ان اولادنا كانوا لسه صغارين وكنت بتحب سنة وحسين مم. يعني طول الوقت كنا احنا الاثنين في السجن طول ما اتسجننا يعني مم. فكان اولادنا صغيرين بس كمان تجربه الولاد مع مع اصدقائنا ومع الاسره كانت تجربه ممتعه جدا مه. بالنسبه لنا طبعا بالنسبه لهم كانت تجربه قاسيه لانهم كانوا صغيرين مه. يعني كان جاسر الصغير كان عنده اول اول مره نتحبس يمكن عشر سنين ورشا اكبر منه باربع سنين فصغيرين ولكن نضجوا بسرعه مه. وابتدوا وانا كنت خايفه من النقطه دي ان انا مش عايزه احمل الولاد افكارنا السياسيه مبكرا عايزاهم هم يقروا ويشوفوا الحياه ويتعاملوا مع هم. العالم ويختاروا بعد كده بحريه ف... لكن بقى ده اللي حصل ده الواقع يعني هم زي ما حضرتك واخواتك يعني طلعتوا في بيئه ثقافيه هم طلعوا في بيئه ثقافيه سياسيه بالظبط اه بالزبط. فبالتالي آه يعني يعني تشربوا من هذه البيئه صحيح آه طيب ليه يعني كده كان في انطباع كده عند الناس في المجتمع المصري في المجتمع الثقافي انه المثقف اليساري لازم يعني يدخل السجن علشان ياخد ختم الجودة زي ما بيقولوا لا مش ضروري أن المثقف اليساري يعني هو ده تفسير مش عايز أقول سطحي بسيط المثقف اليساري بيختار يعني اليسار هو اختيار اختيار زي اليمين ما اليمين اختيار يعني عندما تختار أن تسير في الطريق الممهد غير ما تختار طريق جديد هتساهم انت في تمهيده م. يعني هو ده اليسار من وجهه نظري ان احنا او اليساريين عموما هم يتطلعون الى عالم افضل م. لانه خصوصا وانا جايه من الريف انا جايه من الريف وشفت قد ايه كان البؤس اللي عايشين فيه الفلاحين يعني احنا اه انتمينا طول عمرنا للطبقه الوسطى الصغيره اللي واقفه على حافه الفقر لكن اهو كنا بناكل ثلاث اكلات وتعلمنا ودخلنا الجامعه كلنا انا واخواتي ف فكان ظروفنا افضل يعني نسبيا من ظروف الاخرين اللي في اعمارنا في في الريف فهذا الواقع البائس لم انساه ابدا <applause> و... و... وطريق اليسار هو طريق التغيير <applause> طريق تغيير هذا الواقع للأفضل <applause> لأن يعني احنا من أول ما ابتدينا العمل العام كانت فكرتنا إيه أنه مش كفاية احنا نعيش كويس احنا نقدر نعيش كويس احنا بما أننا تعلمنا واشتغلنا و... و... وعملنا علاقات إنسانية و... وعملنا بيوت مه. مستقلة إلى آخره ممكن نعيش كويس بس ده مش كفاية ده مش كفاية ما أقدرش أنا أعيش كويس واستمتع بالحياة و... والعالم حواليا فيه كل هذا البؤس وهذا التردي والشقاء <applause> فكانت دي فكره الاشتراكيه دائما ان نغير الواقع ليس واقعنا احنا الشخصي لان واقعنا الشخصي ممكن يتغير اه ويبقى اجمل واحسن و... ويبقى معنا فلوس اكتر ويبقى مستقرين وسعداء وعندنا اطفالنا الى اخره وعندنا شغلنا اللي بنحبه لكن ده مش كفاية يعني دي الفكرة الأساسية في عمل اليسار أن ده مش كفاية أن أنا أبقى سعيد <applause> لابد أنه هذه السعادة يعني تعم, تعم. أوكي. طيب هذه الفكرة فكرة اليسار واختيار هذا الطريق والتشبع بالأفكار الاشتراكية هل كانت يعني مرتبطة بشكل ما بالنموذج الذي يمثل هذه الفكره الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي طبعا طبعا الاتحاد السوفيتي كان بيمثل بيمثل لنا بيمثل للعالم كله يعني مش بس لينا احنا لكل الناس المتطلعه الى تغيير العالم المنقسم على نفسه الفظيع اللي فيه درجه من الفقر والبؤس والشقاء كان بيمثل نموذج يعني لكن ما كانش النموذج هو الملهم كانت اولا الثقافه كانت الثقافه والافكار حضرتك بتتكلمي عن نفسك اه انما في يساريين أخ... بالنسبه أخريين. لي انا آه. اه لما كان حتى المقوله الشهيره اذا مم. يعني امطرت في موسكو رفعنا الشماسي الشماسي في, في بيروت ولا مم. في بغداد آه. ولا في آه. القاهره آه. بس ده مش صحيح على فكره دي مبالغات دي يعني مثلا انا افتكر كويس قوي ان الاحزاب الاشتراكيه والاحزاب الشيوعيه اختلفت كتير جدا مع الاتحاد السوفيتي في عز سطوته <applause> يعني مثلا احنا في حزب التجمع سنة قبل ما ينشأ حزب التجمع في, في قوى اليسار سنة 68 لما دخل الاتحاد السوفيتي تشيكوسلوفاكيا ربيع براج في... ربي ما يسمى بربيع براج آه. لأنه آه. تبين بعد كده آه. أنه كان خريف كان كابوس آه... احنا يعني اعترضنا بشده وطلعنا بيانات ومضينا عليها يعني ما... ما كانش صحيح ان في تطابق كامل بين وجهات نظر اليساريين في كل انحاء العالم ده كان شكل من اشكال الدعايه التبسيطيه التي تطلق ضد الفكر الاشتراكي أيوة لا الس... لاسباب طبقيه يعني طبعا مفهوم يعني مفهوم ب... و... ولكن يعني تجربه الاشتراكيه في الاتحاد السوفيتي كانت هي التجربه التي ينظر اليها يعني أيوة من... طبعا من كل ال رافعي هذه الافكار يعني طبعا. اه طيب طبعا. لما لما في لحظه نزول العلم السوفيتي من على يعني قبه الكرملين وقباب الكرملين سنه 91 يعني كيف عشتي هذه اللحظه انت انا يعني الحقيقه مم. بكيت بشده لأن طبعا ده ك... كان حلم كبير بيتكسر قدامي في الأرض بيقع على الأرض فيعني في كان انطباعي الأول إن أنا حزينه جدا جدا مم. بعد كده آ... طب حزينه ليه؟ قلنا آ... قلنا لأنه طبعا ده كان نموذج مم. مش بس نم... نموذج ملهم للاشتراكيين في العالم كله كان قوه مسانده لحركه التحرر الوطني ما تنساش ان احنا بلادنا كلها كانت تحت الاستعمار وقبضه الاستعمار والقوه القديمه والرجعيه وكان ده سند لمواجهه وما ننساش لما عبد الناصر امم قناه السويس شركه قناه السويس و... وموقف الاتحاد السوفيتي مع... ضد العدوان الثلاثي مثلا الانذار السوفيتي الشهير. الانذار مه. السوفيتي الشهير وال... فكنا حاسين ان احنا احنا مش لوحدنا في العالم ده مه. ان احنا لينا سند رغم ان القوى الرجعيه قويه جدا وغنيه و... ومتمركزه جيدا وعندها تراث طويل وتاريخ و... وكل عناصر القوه لكن م. كنا دايما بنحس ان في سند هيقف دايما مع حركه التحرر الوطني ضد الاستعمار ومن اجل النهوض الاجتماعي بصفه عامه بس يقال انه يعني هذا الوقوف او هذه المسانده او هذا الدعم يعني ما كانش ببلاش ما كانش يعني لاجل يعني عيون ابطال التحرر وقاده هذه الحركات بمعنى ايه يعني يعني بمعنى انه الاتحاد السوفيتي او موسكو في ذلك الوقت كانت تبحث عن مصالحها طبعا البلد اللي, اللي تعمل سياسات عشان ما تخدمش مصالحها تبقى غبيه يعني طبعا كان بيبحث عن مصالح وكان بيبحث عن نفوذ وكان بيبحث عن مراكز قوه يقدر يستند ما تنساش ان هو كان داخل في صراع مرير مع اعتى القوى الراسماليه في العالم يعني هم كانوا بيعتبروه ده الخطر الحقيقي اللي بيهددهم فكان محتاج لانه يبقى فيه م. فكان هو بيساند حركات التحرر الوطني وهو م. وحركات التحرر الوطني بتسانده طب انا هسال سؤال وانا يعني كده اخمن بخمن اجابته <تسكت> هل ماتت الاشتراكيه بانهيار الاتحاد السوفيتي لا طبعا لا طبعا م. اللي بيقول كده مؤاخذه يعني يبقى ساذج لانه الاشتراكيه طموح إنساني مم. مشروع لتغيير العالم البائس اللي في المية من شعوب العالم بتعيش فيه مم. اللي هو اللي فيه الانقسام الطبقي فيه التوزيع يعني الثروات اللي على الكوكب تقضينا كلنا مرتين مم. ومع ذلك في فقر وفي جوع وفي اوبئه بتنتشر وب... والشعوب الفقيره ما بتقدرش تواجهها الى اخره فالطموح الاشتراكي هو ابعد بكتير من 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 قبل الاتحاد السوفيتي ما ينشا الاشتراكي الفكر الاشتراكي كان موجود من القرن ال عشر ومن قبل القرن ال عشر يعني طموح الانسانيه لتغيير العالم الى الافضل لم يرتبط بوجود الاتحاد السوفيتي صحيح انه تعزز بهذا الوجود لكن لم يكن هذا شرطا لذلك <applause> طيب أه، هسيب الاتحاد السوفيتي دلوقتي شوية أيوة. وأرجع لشخصية حضرتك ومسيرة حضرتك أه، يعني فريدة النقاش ناقدة أدبية كبيرة أه، يعني كان من الممكن أن أه، تلعب دورا أكبر وأكبر في الحياة الثقافية لكن معترك السياسة أه، أخذها من الثقافة هل تتفق صحيح. مع هذا الرأي؟ أه مظبوط أتفق جدا جدا طب هل لكن أنت أنا نادمة؟ مش ندمانة <applause> لا أنا مش ندمانة لأنه اينما كانت المعارك ضروريه من اجل تغيير الواقع فقد كان علينا دائما ان نخوضها <applause> يعني ف بس انا طبعا كنت اتمنى ان انا اعمل اكتر من اللي عملته في ميدان النقد في الادب أيوة. في النقد الادبي آه. إيه يعني معنى كده انه السياسه اخذتك من الادب نعم. بشكل <كديه>. ما طب ليه استهواكي معترك السياسه اكتر من الادب ربما لان السياسه التغيير فيها مباشر م. يعني بتلمسه على طول آه، الادب على المدى الطويل الادب م. هو الاستراتيجي الاستراتيجيه م. والسياسه هي العمل اليومي <applause> فلا لا أح... يعني ما فيش واحد يغني عن الثاني ولكن احيانا بيجور على هذا يجور على ذاك. <applause> كنت حضرتك يمكن اول سيده كاتبه صحفيه تتولى رئاسه تحرير صحيفه معارضه هي صحيفه الاهالي اللي أي. كنا بنستناها كل يوم اربع زمان. التجربه دي ما هو دلوقتي النت بقى ايوه آه صحيح يعني انا كنا في مدينتنا الصغيره في سوهاج كنا بنستنى كده تيجي لنا اخر النهار يعني يوم الاربعاء أيوة. التجربه دي بتقيميها ازاي يا استاذه فريده تجربه الاهالي آه. اه الحقيقه هي كانت تجربه غنيه جدا بالنسبه لي انا لما الحزب اختارني كنت خايفه جدا حزب التجمع اه حزب التجمع يعني وطبعا آه كنت سعيده لان ده اختيار مشرف يعني حزب كبير وجرنان الجرنان اليساري الوحيد في مصر وجرنان مهم الاهالي جريده مهمه وكنت حسب المسؤوليه كبيره عنها وعارفه ان انظار كثيره جدا سوف تتجه اكثر الى هذه الجريده المصيدة. لان اول مره صحفيه تراس مم. تحرير جريده سياسيه مم. عاده كنا بنشوف الصحفيات آآ في آآ جريد آآ المجلات النسائيه مم. المجلات الثقافيه لكن جريده سياسيه جريده حزب كبير معارض يعني كانت مسؤوليه كبيره جدا بالنسبه لي مم. وأول ما توليت المسؤولية كرست نفسي لها مم. يعني قررت إن أنا مش هعمل أي حاجة تانية غير إن أنا أحاول أخلي الأهالي جريدة كويسة بعد مرور هذه السنوات يعني شايفة هذه التجربة إزاي أنا استفدت جدا منها وأظن كمان إن الأهالي استفادت لاني حتى كنت أتهم أياميها إن أنا ما بعينش غير الستات م. طبعا أنا منحازه للنساء م. بدون كلام يعني لكن فعلا ما كانش انحياز يعني لجنسي وإنما هو انحياز للموهبه وللمقدره وكنت شايفه في البنات دول قدرات ومواهب لم تستكشف ولم تتح لها الفرص زي مين يعني قول مين في الاهالي دلوقتي ما؟ <تصفيق> <مم>. <تصفيق> وانا اقول لك بهيجه حسين نسمه بعد كده نسمه الليمه يعني يمكن ممكن... بهيجه اكتر حد كتير حاج... أه. أ... أم... مش فاكره الحقيقه بس. طيب يعني يمكن عوده الى الجانب الاسري يعني حضرتك الثنائي فريدة نقاش حسين عبد الرازق امينه النقاش صلاح, صلاح عيسى نعم. اه انا فاكر كده واحنا صغيرين يعني في منتصف يمكن الثمانينات اعتقد لما كان الله لا يرحمه الاستاذ موسى صبري كان بيسميه أيوة عصابه الاربعه اه اصابه الاربعه آه. وكان الاستاذ وانا اول ما اول ما رأس تحرير الاهالي كتبت عمود باسم عصابه الاربعه اه بالظبط آه. اه طبعا عصابه الاربعه كان هو يقصد يمكن انا في... وحسين آه. وصلاح وامين اه بس, وأمينة. بس هو كان يعني المصطلح نفسه كان جاي من الصين. من الصين اه, آه. اربع قيادات من الحزب الشيوعي الصيني أيوه او حاجه أيوه زي كده انتوا كنتوا بتشوفوا الانتقادات دي ازاي الحقيقه موسى صبري هو هو كاتب طبعا يميني وضد الاشتراكيه وكان ضدنا على طول الخط بس راجل شريف يعني كان الخصومه خصومه سياسيه او فكريه ما فيش جانب شخصي فيها ابدا عشان كده آه هو كان دايما يقول انا, بح أنا برضو بحبهم واحنا نرد عليه ونقول احنا كمان بنحبك <applause> يعني فما ما كانش في اي نوع من ال من العنصر من العناصر الشخصيه في الخصومه اللي كانت سياسه بس كانت سياسه وكان يرد علينا بقسوه واحنا نرد عليه بقسوه لكن بس الاستاذ صلاح كان الله يرحمه كان بيرد فكان عنده عمود او باب كده اسمه الاهباريه في ايوه آه, آه, اه فكان كان يعني حاجه جميله ساخر ده آه, اه كان الباب الساخر ده آه من اجمل صحيح الابواب الساخره في الصحافه المصريه الحقيقه ده صحيح الله يرحمه <applause> طيب إيه الفرق بين تجربة الأهالي وتجربة أدب ونقد لا أدب ونقد مجلة ثقافية فكرية م. والحقيقة أنا ب يعني كل ما أجي أكتب عنها أو أتكلم م. عنها أحس بسعادة حقيقية لأنها أولا الحزب الوحيد في مصر اللي فكر أنه يطلع مجلة فكرية ثقافية هو حزب التجمع هو لازم حزب التجمع أه, آه. بالظبط آآ ثانيا آآ ادب ونقد كان فيها ميزه اول رئيس تحرير ليها الله يرحمه الدكتور الطاهر احمد مكي. قال شوفي كنت انا مدير التحرير وهو رئيس التحرير. قال لي شوفي احنا نفتح الباب لكل المواهب مهما كانت المغامرات عنيفه. صحيح. وفعلا عملنا كده ففوجئنا فعلا بان مصر مصر دي بلد كبيره مصر مش بس فيها مئة مليون فيها تاريخ حضاري وثقافي ومواهب ومواهب كتير يعني فوجئنا بعدد الشباب والشابات اللي بيكتبوا كويس جدا وعندهم فعلا خيال معجز يعني خيال ما يخطرش على بال حد م... كنا ب... احنا بنسمي نفسنا الشيوخ مم. كنا احنا الشيوخ مم. فكانت التجربه في اولها تجربه مهمه جدا في الحياه ما كانش في مجالات ثقافيه في مصر مم. يعني <applause> لما طلعت ادب ونص ايامها كان في ابداع أعتقد. سنه 84 يمكن ابداع أه. طلعت بعد كده الاستاذ الدكتور عبد القادر القط ايوه بالظبط ف آه ففوجئنا ب... وبعدين مره بتناقش انا والدكتور مكي الله يرحمه قال لي احنا متفاجئين لي دي مصر دي مصر دي بلد كبيره م -م. مصر دي مش بلد يعني اي حاجه بس مش غريبه ان الدكتور الطاهر المكي آه كان يعني هو كان درعامي كان آه عميد درعم آه. الظاهره ما هو مش كل هو محافظ المفترض يعني انه آه محافظ <applause> ومع ذلك يعني يترأس تحرير مجله ادبيه ثقافيه تصدر عن حزب آه سياسي هو حزب كان يساري هو كان هو كان يساري حقيقي <applause> اشتراكي حقيقي بس ما ما كانش يحب العمل السياسي <applause> يعني كان بيفضل قوي قوي انه يفضل متفرغ للجامعه وللعمل الجامعي والاشراف على الرسائل وكده. اختلفنا قليلا في لما كان هو رئيس تحرير وانا مدير تحرير ادب ونقد لكن هو فضل لغايه ما مات الله يرحمه يعني عضو في الحزب و مش عضو نشيط ما هو مش كل الاعضاء نشيطين بس كان مهم. كان حريص جدا على عضويته في الحزب بس هل ادب ونقد استفادت من تجارب المجلات الثقافيه اللي صدرت في الخمسينات طبعا والستينات، طبعا خمسينات. طبعا مهم. طبعا طبعا ده يعني كنا احنا بنعتبر نفسنا واظن ما زال الزميل عيد عبد الحليم اللي هو رئيس التحرير دلوقتي احنا امتداد لكل هذه التيارات التحرريه في الثقافه وفي النقد وفي الادب وفي النقد طيب استاذ فريده هناخد فاصل ونرجع نكمل أوكي. هذا يلا عشان اشرب ميه تمام <applause> <applause> فاصل قصير ونعود لنستكمل حوارنا مع الاستاذه الناقده والكاتبه الصحفيه استاذه فريده النقاش ورحب بحضراتكم من جديد في راي عام ونستكمل حوارنا مع الكاتبه الصحفيه والناقده الكبيره الاستاذه فريده نقاش اهلا وسهلا مره اخرى اهلا وسهلا استاذه فريده ومدام بنتكلم عن كنا عن قبل الفاصل عن المجلات الادبيه حال الصحافه في مصر شايفاه ازاي دلوقتي؟ والله مش مش مريح مش مريح قوي يعني المفروض ان احنا انه ان كانت الصحافه المصريه اللي بقى قرنين تقريبا من الزمان بتطلع انها تتطور اكتر وتفتح افاق جديده وكده لكن المنافسه مع الوسائل زي اللي احنا فيه ده ال الانترنت والتلفزيون وال مم. والفيديو وانتشار الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي اثرت تاثير كبير جدا على الصحافه وكان لازم هي تلحق نفسها تطور نفسها عشان تقدر على الاقل تنافس مم. او على الاقل تمشي جنبا الى جنب هذه الوسائل ف ما حصلش مم. يعني اسبابه كتير قوي قوي و... واسبابه الرئيسيه مش خاصه بالصحافه نفسها هي خاصه بالوضع العام في البلد طيب ده بالنسبه للصحافه بالنسبه للثقافه والوسط والمشهد الثقافي ايضا المشهد الثقافي ما هو انعكاس لكل ما نحن فيه يعني انت ما تقدرش تفصل حاجه عن ال... عن الواقع العام اللي احنا بنعيش فيه فكله مرتبط ببعضه كله مرتبط ببعضه حالات التضييق على الحريات الـ 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 الانقسام الاجتماعي العنيف في المجتمع المصري رغم كل التقدم الذي حدث كل ده بينعكس سلبا على على الثقافه وعلى الصحافه طيب يعني خلينا نروح لزاويه اخرى فيها تقاطعات بين الثقافه والسياسة حضرتك وصفتي بعض الصحفيين والمثقفين اللي تعاملوا مع جماعه الاخوان بانهم يمارسون البغاء المقنع. يعني هل... انا قلت كده؟ اه قلت كده <applause> واه و... وفي وكمان قلت كمان لما جماعه الاخوان يعني اخذت حكم مصر انها اغتصبت حكم مصر. ده في مقال في الحوار موقع الحوار. <applause> اه ده مين الشاب ده كان أوه. أوه. هو ساعات بيكتب اسمه أوه. ايه؟ لا ما اعرفش ما اعرفش اسمه ايه بس اهو المقال لا لا انا, أوه. أنا مش أوه. بقول انه ما أوه. قلتش لا أوه. اكيد قلت بس هو اني آه. anyway يعني واي هل هل في الصحافه والثقافه والسياسه ممارسات يمكن وصفها بالبغاء هذا الوصف القاسي يعني شوي احيانا طبعا أوه. احيانا طبعا عندما أوه. يعني يكون الـ الـ الخطا بين م. وفادح والصواب بين وفادح والصحفي او السياسي يختار بمنتهى الـ الـ مش عايزه اقول الجراه ومنتق... يعني مش عايزه استخدم تعبيرات قاسيه <applause> تانية يعني غير ده كفايه ده <applause> أه فطبعا ده ممكن وصفه بالبغاء شفتي شفتي يعني انه ارتماء بعض المثقفين والصحفيين والكتاب في احضان جماعه الاخوان وكانها يعني كانت صدمه بالنسبه لك في السنه اللي حكم فيها الاخوان بعضهم كان صدمه بالنسبه لي والبعض الاخر أو الأغلبية أنا توقعت منها كده لأنهم ده النوع من من الصحفيين والساسة والكتاب اللي بيجري ورا مصالح صغيرة أو كبيرة وليس لديه هدف محدد يدافع عنه لأنه لا أظن أن فترة الحكم الإخوان المسلمين كان فيها أهداف محددة مم. يتطلع الاخوان مم. الى ان إلى ان يصلوا اليها بالبلاد كان كان مجرد شهوه السلطه مجرد انهم يبقوا موجودين في السلطه فاللي حصل في السنه دي كان شيء مؤلم مم. ويمكن حضرتك في في تلك السنه يعني قلتي يوم 23 يناير 2013 عن الفتره دي قلت بالحرف الواحد سوف ينكشف على التوالي زيف الشعارات الدينية التي تاجر بها الإسلام السياسي طويلا بعد أن اختبرتهم الجماهير التي استثمروا فقرها وبؤسها وسيكون هذا الوضع الجديد وحتى لو لم تصل الموجة الثانية من الثورة إلى أهدافها هو الركيزة الأساسية لمقاومة الفاشية ثقافه وسياسه وسيصبح الصراع ضدها بقصد هزيمتها النهائيه كما سبق ان جرت هزيمتها في التجارب الاخرى هو جوهر حركه القوى الديمقراطيه بكل تنوعها وغناها مهما طال الزمن وتعرج الطريق ومهما تطلب من تضحيات اولا هذه الفتره اللي حضرتك بتكلمي عنها وكلام كده يعني تطلع من القلب كلام <applause> حلو اه كلام حلو <applause> ازاي مرت على حضرتك هذه الفترة؟ <applause> اه الحقيقة كانت من اسوأ فترات حياتنا كانت من اسوأ فترات حياتنا عموما وحياة البلد يعني مش حياتي انا الشخصية بس حياة البلد كلها يعني يعني مش أنا بس آه آه كتير من المثقفين والسياسيين والناس العاديين آه حسوا ان البلد بتتجر لورا يعني احنا نحن نتطلع طول عمرنا نتطلع الى الامام ولو بخطوات بطيئه ولو متعرجه وصعبه زي ما قلت انا لكن آه أن, ان تاتي قوه سياسيه لكي تجر البلاد الى الخلف بهذه الطريقه الفظيعه كان شيء مؤلم جدا ومخيف يعني عشان كده انا طول عمري لغايه دلوقتي ممتنه للرئيس السيسي بصراحه لانه يعني لعب دور كبير جدا في انه خلصنا من هذا كان هناك تهديد لهويه الدوله طبعا لهويه الدوله مم. ولهويه الشعب وثقافته والتقاليد وللقيم الديمقراطيه اللي هو تربى عليها واللي هو بيحبها آه ويعني كان كان استثمار لكل ما هو آه ضعيف مم. ومعيب في حياتنا الثقافيه والسياسيه طيب هرجع برضو لبعض المقالات في فترة لاحقة في سنة 2018 حضرتك كتبتي آه بتتكلمي عن رعاية الدولة للسلفيين وعددت يعني بعض مظاهر. المظاهر يعني هل تغير الامر الان بعد مرور يعني حوالي ثلاث سنوات على هذا المقال؟ الى حد ما مم. الى حد ما لانه على ما يبدو طبعا انا مش دخلة في في, في زي ما بيقولوا في الدوله على ما يبدو في صراع في صراع بين من يقولون لابد ان السلفيين اهون من الاخوان م. يعني فنتعامل مع السلفيين عشان يعني المقوله الانتهازيه القديمه دي اللي هي عدو عدوي صديقي مش دايما صحيحه يعني استخدمت هذه المقولة في في, في محاربة الفاشية وثبت أنها مش صحيحة ف يعني فكرة اختيار الطريق الصحيح ما فيش حاجة اسمها طريق صحيح يعني على, على الباترون زي ما بنقول إحنا لما نيجي نعمل هدومنا م. يعني لكن في قيم عامه وخطوط عامه م. نسترشد بها في محاوله الوصول الى ما هو افضل. جميل. طيب يعني من ضمن القضايا المثاره يعني خلال يعني منذ سنوات يعني ست سبع سنوات قضيه تجديد الخطاب الديني. نعم. شايفه ازاي يعني هذه القضيه هل هناك ثمار لهذه الرغبه في تجديد الخطاب الديني؟ ه هذه القضيه هي موضوع صراع قوي جدا مكتوم احيانا واحيانا بينفجر على السطح آه ولغايه دلوقتي للاسف وانا يعني بتكلم عن نفسي كمان القوه الديمقراطيه مش قادره تلاقي الطريق الصحيح للتعامل مع هذه القضية اللي هي تجديد الخطاب الديني. <applause> فأحيانا أحيانا ننتصر لل للخطاب ال... ما يسمى بالإسلاموي المعتدل ولكن ده مش حل <applause> مش ده مش ده التجديد التجديد رؤية متكاملة رؤية فكرية سياسية ثقافية اقت... اقتصادية اجتماعية متكاملة آه في ظني وفي حدود ما تبعت حتى الآن لم تتبلور في حياتنا الثقافية م. طيب آه هسأل حضرتك دلوقتي باعتبارك عضو مجلس الشيوخ نعم آه يعني هل آه هذه القضية من أولوياتك تحت قبة الغرفة الأولى في, في البرلمان؟ طبعا لكن لابد أن يكون هناك الوقت المناسب والمناخ المناسب وال والقدرة على اكتذاب أكبر عدد من الأعضاء لأنه لا يكفي أن يعني أنا لدي منابر أعبر فيها عن رأيي م. أكتب أتحدث إليك مثلا أو في الإذاعة أو إلى آخره ولكن في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب التصويت مهم جدا التصويت مهم لأنه يمكن أن يؤدي إلى قرارات وإلى 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 مشروعات قوانين وبالتالي الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى وقت أكتر أطول وإلى علاقات أعمق مع الأعضاء طيب برضه حضرتك قلتي يعني من فتره ان امام الاساتذه والعلماء الذين يعلمون الدعاه الجدد طريق طويل للتخلص من القراءات الحرفيه والنصيه المحدوده للدين وصولا الى عصرنه الفكر الديني حتى يتلائم ويتوافق مع احتياجات العصر. <applause> ليه هذه النظره التشاؤميه ليه طريق طويل ليه ما هو في مؤشرات أوه. انه في اجيال بدات يعني تتحدث بلغه مختلفه في هذا في هذه الأمور؟ شوف انا من الذين يعتبرون م. انه النفط رغم انه نعمه بالنسبه للامه العربيه بطبيعه الحال ثروه وامكانيات للمستقبل لكن كان من من جهه اخرى هو نقمه عليها لانه طلع في المواقع المحافظه دينيا فاستطاعت هذه المواقع المحافظه دينيا ان تمارس تاثير غير عادي على بلد زي مصر بلد بس دي فتره فترات اه فيها الفكر العلماني قديم وال والافكار الديمقراطيه يعني قديمه ومتجذره الى اخره آه في فتره طبعا صح عندك حق هي فتره لكن ما تزال مؤثره طبعا بالمناسبه يعني هذه الـ الـ يعني المناطق وهذه الدول التي تقصدينها يعني بها الان زي اعاده نظر آه طبعا طبعا احيانا تسبقنا نحن الذين مم. بدانا هذا الطريق الطريق الى التقدم والعلمانيه وال... والقيم الحديثه من نهايه ال... ليس القرن التاسع عشر فقط وانما ربما منذ الحمله الفرنسيه على مصر مم. يعني طبعا في حراك ما... ما فيش مجتمع ساكن في الدنيا خالص يعني هو, هو يتحرك ببطء او بقوه اكبر او وحسب بقى القوه الطليعيه والديمقراطيه اللي فيه وقدرتها على التاثير. يعني كثيرون استاذه فريده يعني يقولون انك تهاجمين كل ما يتعلق بالفكر الاسلامي ويستشهدون في ذلك بمهاجمتك لفكر الاستاذ العقاد على سبيل المثال وكتاباته الاسلاميه. ماذا يعني تردين بماذا؟ يعني يمكن دي نظرة محدودة آه وجزئية يعني مم. أحيانا لما لما تحب تختلف مع حد آه أنت مختلف مم. معاه بشكل جذري تروح مختار له آه فقرة من من شغل كبير وتحاسبوا عليها يعني مش صحيح طبعا ليس صحيحا لانك يعني شايفه انه مثلا يعني على سبيل المثال الاحتفال بالعقاد في ذكراه يتخذ طبعا تمجيديا لا نقديا في الغالب العام يعني آه طبعا انا من وجهه نظري يعني افضل واتمنى ان ان احنا ننظر لا ننظر الى تاريخنا الفكري والسياسي بتقديس وانما ننظر اليه نقديا لكي نستطيع ان نتقدم بدون هذا سوف نقدس القديم ولن ولن نبتكر ولن نتقدم مفهوم الدولة العلمانية في وجهة نظرك ايه هو؟ الدولة العلمانية هي ببساطة شديدة التي ينفصل فيها الدين عن السياسة مم. يعني لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة دي المقولة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات بالضبط بالضبط يعني ما بس طبعا الجماعة السلفيين والتقليديين يعني بيروحوا زي ما قلت لك قبل كده بياخدوا جملة م. من من خطاب طويل ويعتبروها هي دي الأساس ويركزوا عليه تقصدي من يسمون بالأصوليين؟ بالضبط طيب ليه الفجوة زادت بين هذا التيار تيار الأصوليين وتيار دعاة الدولة العلمانية؟ لأنه الأصوليين ببساطة شديدة الاصوليه هي دعوه للعوده الى الوراء العوده الى السلف م. انا لست ضد السلف طبعا السلف ده سلفي ايضا ولكن العوده الى الوراء هي عوده موضوعيا وتاريخيا مستحيله يعني ما فيش حاجه ما فيش في الدنيا كلها حاجه ممكن تاريخ ممكن يرجع لورا إما أن نتقدم أو مم. أن نقف في مكاننا، مم. والوقوف في مكاننا معناه العودة فعلا إلى الوراء، ف... فهي دي القضية هل قلتي إنه النص القرآني يتضمن أسسا يمكن الاعتماد عليها لبناء الدولة العلمانية؟ اه إزاي؟ ده دي بقى ك... آه مسألة كبيرة كبير جدا آه. مسألة آه. كبيرة جدا مم. ويسأل فيها بقى المتخصصون في علوم القرآن مم. بس يعني ما يعني هو سؤالي من اين جاءت لك ال القناعه بانه النص من القراني فيه من كتابات المتخصصين في علوم القران ال اللي هم متجذرين جدا فيه واقوياء جدا فيه هل ما زلت عند رايك بانه بضروره الغاء خانه الديانه من نعم يعني البطاقات نعم نعم جدا 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 واتمنى ان يعني انا حاولت طبعا بس احنا منبر آه الاهالي جريده محترمه الى ومقروءه لكن ما هيش الجريده الاكثر انتشارا في البلاد مم. يعني كنت اتمنى ان دي تبقى قضيه ينشغل بها المثقفون والسياسيون لكي نصل فيها الى نتيجه حقيقيه لانها اساس بسيط جدا للمواطنه مم. طب ما حضرتك عندك الفرصه من تحت قبه مجلس الشيوخ يعني اه في في الغالب يعني بس بس يستمر مم. ان شاء الله شايفه مسيرتك الحياتيه والابداعيه ونضالك السياسي شايفاه ازاي بعد كل هذه السنوات يا استاذه شوف ما اظنش ان في حد بيبقى راضي تماما عن ما انجزه دايما في أقول كان في حاجات أحسن ممكن أعملها لو في وقت بقى لو العمر فيه بقية إن شاء الله إن شاء الله أنا شاكر جدا تشريفك لينا ربنا لك الصحة والتوفيق والتقدم في كل خطواتك إن شاء الله شكرا جزيلا أنا المشاكر. شكرا جزيلا الكاتبه الكبيره والناقده الأستاذه فريده نقاش كانت ضيفة رأي عام هذه الليله بهذا تنتهي هذه الحلقه نلقاكم في حلقات مقبله بإذن الله